ولسه عايز اقول مهما كان الصعوبات اللي هتقابلك او الروتين اللي موجود في البلد او احوال البلد من حيث السياسه او اي حاجه، لازم تفضل تقول لنفسك ولسه انا هعمل كذا ولسه انا هعمل كذا. مهما كانت اي تحديات قدامك لازم برضو تفضل تكمل وتقول ولسه انا هعمل كذا. لازم يبقى موجود عندك الباشون في ان انت تخدم البلد، تخدم المجتمع، تخدم اي حاجه عن طريق نفسك. انا هدي ايه للناس؟ مهما كان الروتين اللي موجود، مهما كانت اي حاجه هتوقفك، ما ينفعش تقف. كل واحد لازم يشتغل في الحاجه اللي هو يكون حاسس او شايف نفسه فيها. لازم تكون انت باشنت في الحاجه اللي انت هتشتغل فيها عشان تعرف تدي فيها اكتر. لازم يكون شغلك مترتب، لازم عندك تايم بلان، لازم تكون كل حاجه مترتبه بالنسبه لشغلك. فلازم هنفضل نقول ولسه لحد ما نوصل اللي احنا عايزينه في بلدنا. لازم تكون انت باشنت في الحاجه اللي انت هتشتغل فيها عشان تعرف تدي فيها اكتر.